عمر، عمر. أخي قدير ما رجع على البيت، المفروض يخلص شغل 5 الصبح بس ما رجع. تمام، اهدي، هلأ بتصل فيه. أعطيني التليفون. ها عميرن؟ ألو أخي، مين أنت؟ ما فهمت كيف؟ بأي مخفر؟ شو صاير عمر؟ تمام، شكراً كثير. عمر شو الموضوع؟ عم تقول مخفر؟ مين اللي رد عليك؟ شو صاير لأخي؟ هذا شرطي، قال اعتقلوه لأخي. شو؟ الامتحان رح يبلش بعد شوي، ليش تأخر قدير؟ لا تواخذيني يا أنسة، لو سمحتي ممكن استعمل تليفونك دقيقة؟ ما جبته لأنه ممنوع بالامتحان. آه تمام، شكراً لك. آخر نداء مشان تفوتوا على الامتحان، الطلاب يلي رح يقدموا امتحان يفوتوا بسرعة. لا تواخذوني لو سمحتوا ممكن استعمل التليفون دقيقة؟ صباح الخير. صباح الخير حبيبتي، وين الأولاد؟ والله ما بعرف، الأولاد طلعوا بكير، على الأغلب راحوا يلعبوا رياضة. بالله جد؟ حلو كتير. اسمعي شو بدي أقول، أنا ما رح سامح على بنتك على قلة التربية اللي ساوتها قدامي مبارح. أصحك تساوي شيء أو تحاولي تتدخلي بهالموضوع، لأني رح أعصب كتير وبعدين رح ضايقك، مفهوم؟ ماشي، ليش أنت معصب هيك؟ أنا ما رح أتدخل أساساً، أنتوا بتتصالحوا بعدين وأنا بصير السيئة. إيه تمام، لا تتدخلي، هيك منيح. رح تروح على المدرسة اليوم لتحكي مع المدير؟